بكده؟ يعني هل في مثلا حاجة حصلت شبه كده تخلينا نفهم ايه الأحداث اللي حصلت؟ بصي انا هقول لك، في اغلب السجون اللي احنا بنتكلم عنها اللي هم سجن الاستئناف وسجن تورة في القاهره وسجن القطه في الجيزه وسجن شبين الكوم في المنوفيه وسجن الابعديه في دمنهور، في اغلب السجون دي وقت الثوره لما المساجين ابتدوا يسمعوا عن اللي بيحصل في الشارع ابتدوا هم برضو يحسوا ان من حقهم ان هم يطالبوا بحقوقهم ويطالبوا بمعامله انسانيه داخل السجن. طبعا كلنا عارفين المعامله داخل السجن في الوقت العادي طبعا غير انسانيه، فهم كانوا بينظموا مثلا وقفات في الحوش ويقولوا احنا عايزين يجي لنا زيارات اكتر او اكل ادمي اكتر، يعني كانوا بيطالبوا بحقوقهم. بعضهم كان مفروض ان هم يتم الافراج عنهم بعد نص المده او ثلاث ارباع المده طبقا للقانون، كانوا لسه موجودين في السجن فكانوا بيطالبوا بالتطبيق القانون في الافراج. يعني في اغلب السجون دول كان في يوم 28 يناير وقفات او مظاهرات داخل السجن من المساجين. اللي حصل ان يوم 28 يناير الرد بتاع ضباط السجن كان ان هم يرموا قنابل مسيله للدموع على المساجين علشان يرجعوا جوه العنابر، والامر هدي، وده حصل في سجن القطه مثلا، وكله رجع زي ما كان. يوم 29 نلاقي ان يتم اطلاق الرصاص ضد المساجين، يعني في مثلا في سجن تورا، في مساجين كانوا بيحكوا لنا في سجن لمان تورا هم جوه الاوضه والاوضه مقفوله عليهم، يلاقوا قوه من الامن تقتحم العنبر وتفتح الاوضه وتضرب تضرب عليهم. عليهم بالنار وبالخرطوش وبقنابل اوف مثيره للدموع. في بعض العنابر التانيه في سجن لمان تورا يرموا عليهم قنابل مثيره للدموع جوه الاوضه لغايه ما المساجين يتخنقوا وبعضهم يغمى عليه، يحاولوا يكسروا باب الاوضه علشان يطلعوا في حوش العنبر، اول ما يطلعوا يتضرب يتضرب عليهم عليهم رصاص النار عشان حي بيهرب. من طبعا حوش العنبر ده بعيد جدا عن البوابه الرئيسيه للسجن، يعني حوش العنبر ده اللي هو الحوش اللي بيخرجوا فيه علشان يتريضوا كل يوم، ده مكان مش معناه ان هم بيحاولوا يهربوا. طبعا المسجون اللي بيحاول يهرب ده اللي هو خلاص وصل للبوابه الرئيسيه للسجن وبيحاول يخرج بره. القانون المصري بيسمح لضباط السجن باستخدام الذخيره الحيه في حالات محدده جدا، لو عايزين يتصدوا لمحاوله هروب من حقهم ان هم يستخدموا السلاح لو دي الوسيله الوحيده في صد محاوله الهروب، يعني لازم الاول يستخدموا وسائل اخرى، ولو ادوا انذار الاول وضربوا في الهواء وبعد كده ممكن يضربوا في اتجاه الرجل الرجلين. مثلا. الأدلة اللي عندنا إن أغلب المساجين اللي توفوا في السجن اتوفوا نتيجة ذخيرة حية ضربت عليهم في الرأس، في الرقبة، في الصدر، في الظهر أحيانا، يعني واحد بيحاول يهرب مش هنضربه في ظهره، ده واحد بيحاول يجري من اللي بيطلق النار. في سجن القطة مثلا وكيل النيابة عنده قائمة ب 33 مسجون اتوفوا في سجن القطة بين يوم 25 يناير ويوم 1 مارس، ده اللي مكتوب على قائمة النيابة، وطبعا احنا نعتقد ان في وفيات اكتر من كده من القوائم اللي خدناها من المساجين نفسهم، لكن من ال 33 اللي متسجلين في قائمة النيابة 31 متسجلين ان هم توفوا باطلاق رصاص، من ال 31 دول 28 اطلاق الرصاص في الجزء الاعلى من الجسم. فحتى لو هم كل ال 28 دول كانوا فعلا بيهربوا. بالفعل بيحاولوا يهربوا، برضو ضرب النار بالطريقه دي كان غير قانوني، لان القانون بيسمح للضباط ان هم يمنعوا محاوله الهروب مش ان هم يقتلوا المساجين اللي بيحاولوا الهروب. طيب كنت عايزه تعلقي دكتور وفي منير. الحاله دي يبقى، لان انا بقول لك العقيد سيد جلال اللي هو كان رئيس مباحث سجن القطه كان كتفه بكتف اللي هو البطران. ولم العقيد يصاب. سيد جلال يصاب ببندقيه رش. ها؟ واللي هو البطران ياخد طلقه قاتله. ما المفروض السلاح اللي في البرج بيضرب على الكل. طبعا. خلاص؟ اللي هو البطران ياخد طلقه قاتله من سلاح مفرد. ها؟ بقناص. والعقيد سيد جلال بياخد فين بندقيه العقيد رش سيد جلال دلوقتي؟ في رجله، وبعد كده في النيابه لما يسالوا يقول لهم انا ما شفتش حاجه، انا ما اعرفش، انا كذا. وهو كان موجود معاه كان في نفس المعاينات معاه. هيك ممكن تحكي لنا التفاصيل اللي حضرتك اللي حكاها لك العسكري المراسله او الحراسه الخاصه اللي كانت موجوده مع اللي هو محمد البطران وقت الحادثه؟ التفاصيل وقت الحادثه قالوا لي ان اللي هو البطران قفل سجن الفيوم يوم الخميس ويوم السبت لما جات لهم الاشاره ان في يعني شغف في سجن القطه راح السجن. حلو. ومر على ابراج الحراسه وادى امر بعدم اطلاق النار فعليا. فعليا مر بالعربيه بتاعته على كل ابراج الحراسه، انت عارفه سور القطه الاسوار بيبقى لها سورين، سور داخلي وسور خارجي، فعدى على كل الاسوار، السور الخارجي والسور الداخلي، عدى بعربيته ونبه على جميع الابراج بعدم اطلاق النار. تمام.
ودخل وهدى الناس وهدى المساجين. حلو. هو حضرتك قلت ان هم كانوا اربع عنابر. اربع عنابر دخل في. انا عارفه ان حضرتك اكيد حكيتي الحدوته كتير بس احنا محتاجين دخل نقولها السجن القطة اربع عنابر الف وب وج ودال. دخل هدى المساجين ودخل في كل مجموعه دخلت عنبر دال وعنبر جيم وعنبر ب وكانوا لسه واقف في الحوش بتاع عنبر الف. لما يبقى واقف في الحوش بتاع عنبر الف ده معناها ان المساجين ما بتهربش. صح. ده الحوش الداخلي بتاع السجن بتاع العنبر اللي هو الصوره اللي حضرتك بتشوفيها واللي هو الفيلم اللي بتشوفيه اللي فيه الضرب اللي هو اتضرب فيه. واخده بال حضرتك؟ والصوره بتاعه العنبر في الحوش هتلاقي البرج الثلاثه على ناحيه الشمال. نفس زاويه الطبيب الشرعي قال لك ان الزاويه جايه من البرج من اعلى باتجاه الشمال يعني. طيب. بياكد هو كان واقف بيعمل ايه في الحوش؟ كان المساجين كانوا واقفين معاه خمس ست مساجين واقفين معاه بيتكلموا على الاجازات النص اللي هي ان هم يطلع النص والربع يطلع نص المده ولا ياخد ربع المده وبيتكلم معاهم والوضع ايه بره وان هم يهدوا كده. فكان بيتناقش بس طبعا هو معنى كده انه هو كده هو قفل سجن القطة. يبقى كده هو اول امبارح قفل سجن الفيوم والنهارده بيقفل سجن القطة. يبقى كده مش هتنفع. مش عايز مصلحه ده جاي يعني. طبعا ده كان بالنسبه له مضر جدا. كده مش هتنفع. كده مش هتنفع العمليه. لا اضربوه بالنار وافتحوا المساجين بعد ما بعد بصي السجون كلها اللي اتفتحت بعد اغتيال اللي هو البطران بساعه. صحيح. طيب بس ده خليني اسال هو كان واقف بيتناقش مع المساجين. ايوه. وحصل بعد كده ان هو لان بصي هو قبل ما يبقى رئيس مباحث سجن الفيوم هو كان مفتش مباحث السجون. وهو عميد كان مفتش مباحث. فانا اخويا بقى له 12 سنه في مصلحه السجون. فاللي اقصده ان في علاقه كريمه بينهم وبين المساجين. لما كان يروح اي سجن يخلي في عنبر المساجين قاعده على الارض ويقف يسمع شكواهم. ما يستناش لما اي ضابط صغير يروح يجيب له يقول له شكوى فلان ولا. كان مع المساجين يشوف انت شكوتك ايه وانت ايه وانت ايه. وده ان هو كان رجل حازم وحقاني في نفس الوقت. وده اللي احنا كنا عايزينه يعني. من التقرير المبادره الشخصيه تفتكري ممكن يفيد في ايه يا ماجده في قضيه زي قضيه محمد بطران؟ يعني من ضمن القضايا كتير اللي هيفيد فيها طبعا بس يعني طبعا مقتل اللواء البطران ومقتل المساجين كلها مرتبطه ببعضها يعني كلها حصلت في نفس التوقيت بالظبط من نفس الضباط بنفس الطريقة وهي كلها بالفعل قضية واحدة. لما نعرف مين اللي ادى الأمر لإطلاق الرصاص ضد اللواء محمد البطران هنعرف مين اللي ادى الأمر بإطلاق الرصاص ضد المساجين. ونفس الحاجة بالعكس لما نعرف مين اللي ادى الأمر لخمس سجون مختلفة وقد يكون أكتر من خمس سجون بإطلاق الرصاص الحي ضد المساجين داخل السجن هنعرف برضو مين اللي ادى الامر باطلاق الرصاص ضد اللواء البطران. صحيح. وده خلينا كمان نفهم فيه برضو ال 100 مسجون اللي دفنوا في منتهى الهدوء وسكتي برضو دي علامه استفهام يعني قصدي انها في صالح التقرير بتاعك وضد الممارسات اللي ممكن تكون كانت تعمل اسئله. وال 19 شهيد بتوع الثوره اللي هم مجهولي الهويه برضو هتعرفي ولابسين لبس هتعرفي برضو كل الحاجات دي هتتفسر ساعتها كل الالغاز دي هتتفسر. وطبعا احنا من اهم يعني اهم توصيه احنا طالعين بيها بالتقرير ده ان احنا محتاجين نفتح تحقيق رسمي مستقل ولا هو تحقيق من الداخليه ولا هو تحقيق من النيابه العامه ولا هو تحقيق من المجلس الاعلى للقوات المسلحه. احنا عايزين تحقيق فعلا من لجنه مستقله اللي هي بتبقى عامله زي برضه خلينا نقول عشان الناس لما بتقول انه اصلا الناس اللي بتشتغل في السياسه وبتشتغل بيقولوا افكار احنا مش فاهمينها. لا يعني ايه مستقل يعني اعضائها مين؟ يعني اعضائها ممكن يكون مثلا مستشارين على منظمات من المجتمع المدني محامين حقوقيين يعني ناس ذات ثقه زي المستشار الخضيري مستشار بسطويسي. الناس مشهود لها بالنزاهه والكفاءه والتحقيق ده لازم يتعمل على جميع سجون مصر واللي حصل فيها بالظبط من اول يوم 25 واثناء الثوره في كل سجن منهم السجون اللي اتفتحت والسجون اللي ما اتفتحتش والسجون اللي تم فيها قتل المساجين. كل السجون دي لازم اللجنه دي يكون ليها صلاحيات واسعه انها تطلب معلومات من وزاره الداخليه وزاره الداخليه تضطر ترد عليها تطلب معلومات من النيابه العامه والنيابه العامه تضطر ترد عليها تطلب معلومات من اي جهه رسميه تجمع المعلومات دي كلها تعرف بالظبط تستدل باقوال المساجين الاهالي السجناء اللي استشهدوا اهالي زي طبعا دكتوره منال اللواءات اللي ممكن يكونوا برضو استشهدوا في الاحداث دي ويرسموا لنا صور يقولوا لنا ايه اللي حصل ومين كان المسؤول. يعني احنا دلوقتي عندنا ثلاث لواءات كانوا مسؤولين عن قطاع مصلحه السجون في وزاره الداخليه وقت الاحداث. احنا في التقرير اللي بنتكلم عنه بنتكلم عن انتهاكات حصلت ضد المساجين بين يوم 25 يناير ونهايه شهر 4.
أربعة، أوكي. يعني يوم 25 يناير كان الرئيس مصلحة السجون اللواء عاطف شريف، بعد كده في 12 فبراير وزير الداخلية غيره وبقى اللواء أحمد عبد الجواد، أحمد عبد الجواد. تمام. في منتصف شهر مارس اتغير تاني وبقى اللواء نزيه محفوظ، لغاية ما في حركة التناولات الأخيرة في شهر يوليو جاء اللواء اللي كان مع النهاردة موجود، اللواء محمد نجيب. الثلاثة اللي قبل اللواء محمد نجيب هم الثلاثة مفروض ان هم يكونوا ليهم المسؤولية في الانتهاكات اللي حصلت ضد المساجين، سواء كانت قتل او عدم تقديم الرعايه الطبيه الملائمه للمصابين او عدم تقديم اكل وشرب وكهرباء لمده 10 ايام في الخمس سجون دول، كانوا قاطعين عن المساجين الاكل والميه والكهرباء. والمساجين يعني مش عايزه اقول لك في حاجات سمعتها طبعا ما اقدرش اقولها، لكن كانوا بيعملوا ايه علشان يدوروا على اكل او يدوروا على شرب؟ مين المسؤول؟ يعني الرئيس مصلحه السجون عنده مسؤوليه مباشره للانتهاكات اللي بتحصل ضد المساجين دي، لغايه دلوقتي مفيش اي حد سأل الناس دي. النيابة العامة مش بس ما سألتش المسؤولين في مصلحة السجون دي، كمان الضباط المتهمين باسمهم في كل قضية من القضايا دي، طبعا المساجين يعرفوا الضباط كويس جدا عايشين معاهم، ففي كل قضية احنا عندنا اسامي الضباط المتهمين، زي مثلا في سجن القطة عصام البصراتي وجهاد حلاوة. لغاية دلوقتي 8 شهور بعد الانتهاكات النيابة العامة ما استمعتش لأقوالهم، وهم قاعدين في مكانهم ومستريحين. في ناس كمان اترقت غير يعني وفي ناس اترقت طبعا. فتخيلي انت المتهم الاول في جريمه قتل و8 شهور النيابه العامه تقول اصل احنا لسه بنحقق، وبعد 8 شهور تكون لسه ما استمعتش لاقوال المتهمين. دكتور منال، طبعا حضرتك علاقتك بالشهيد اللواء محمد بطران كانت قويه، هو اخوك الوحيد، وحضرتك قلت ان هو كلمك يوميها الصبح بعد ما رجع من سجن الفيوم، قال لحضرتك ايه؟ شوفي، هو قال لي لو السجون لو حصل فيها كده مصر هيحصل فيها كارثه. لو المساجين طلعوا من السجون مصر هيحصل فيها كارثه. قال حضرتك ان جاله امر او حد ما هو حاجه او ما هي حضرتك يعني كون ان يقول لك انا استحاله اسمح بكده، استحاله اسمح بكده، يعني اذا فانا اتقال لي ان جه امر بصدرة اوامر عليا بتهريب المساجين، فتح السجون وتهريب المساجين، وهذا الامر اخوك ما نفذوش، ولذلك جت اوامر عليا بتصفيته، صدرت اوامر عليا بتصفيته. وده يخليني اسال، 6 شهور اخذت وقت 6 شهور علشان تشرحوا البص علشان لا احنا تفكير. هو مش 6 شهور، احنا كانت النيابه العامه ما عملتش حاجه، وقالت لك الاسره رافضه الطب الشرعي والاسره مش عارفه ايه، والاسره رافضه ده مش بيبقى موثق؟ لا يعني ما رفضناش، يعني الرفض ده بيبقى اكيد مكتوب. حضرتك ما رفضناش طبعا، قيل ذلك بس احنا ما رفضناش. وفي نفس الوقت ما راحوش عينه غير يوم 29 مايو بعد 4 شهور. انا عايزه في الوقت ده حضرتك عملت ايه؟ يعني في الوقت ده احنا قدمنا 3 بلاغات للنائب العام ولا الهوى، لحد ما طلعت مع الاستاذ بلال فضل بعدها بيومين راحوا عينه الموقع. بعدها قدمنا شكوى تاني، طلبنا قاضي تحقيقات، اتعيننا قاضي تحقيقات. القاضي التحقيقات طلب ان احنا نعمل طب شرعي، اتعمل طب شرعي يوم 30 يونيو، يعني بعد 6 شهور. بعد 6 شهور من الحادث وراح الطب الشرعي والقاضي التحقيقات المقبره هناك، وطلعنا الجثمان زي ما هو كانه لسه مدفون دلوقتي حالا، وبان دخول الرصاص، وبان اكد الطب الشرعي ان اصابته من برج الحراسه. وده في الحاله دي ينفي روايه الشرطه اللي بتقول لك ان المساجين ومش المساجين، ما حدش بيطلع برج الحراسه، ده مسؤوليه الشرطه. يعني في حاجات حضرتك بتقوليها يعني للعامه امثالنا واضحه يعني مش محتاجه حاجه، خلاص المستندات والتقارير والحاجات كلها بتدل. واحنا من يعني حوالي اسبوعين الشريط الفيديو بتاع لجنه تقصي الحقائق قدمناه للسيد قاضي التحقيقات، ومعاه لسته بشهود الاثبات. ماجدة، يعني دكتور منال واضح ان كان عندهم تاريخ برضه طويل في النضال عشان حتى يتفتح تحقيق في مقتل الشهيد اللواء محمد بطران. اكيد انتم ما عملتوش التقرير بتاع المبادره الشخصيه ده بسهول، يعني اكيد كان في صعوبات. انتم ازاي قدرتوا تدخلوا السجون في ظل الظروف دي؟ ازاي سمحوا لكم تقعدوا مع بعض المساجين؟ مين اللي دعمكم على مستوى الشرطه؟ واللي عايزين نموذج ايجابي في الشرطه لو قابلتوه يعني ارجوكم. طيب اكيد